طيب لو سألت حضرتك بشكل بسيط كده، ايه الغذاء السليم يعني في اليوم؟ مفروض ايه اللي اكله، ايه اللي اتجنبه، ايه الغذاء السليم اللي الناس مفروض تمشي عليه؟ بصي هقول لك على حسب طبعا قدره الاسره، بس دايما حتى بنشبه لما بنيجي نقول مثلا هتاكل ازاي طبقك، تقسمه نص الطبق يبقى خضار وفاكهه، ويعني الربع يبقى نوع من انواع البروتين سواء نباتي او حيواني، والربع التاني يبقى عباره عن حبوب. حبوب دي يعني عندك رز، عندك مكرونه، بس كل ما كنتي قريبه من الطبيعي الطبيعه كل احسن. السورغم في بدائل كتيره قوي للرز، فريك للعيش، الفريك بالظبط، وكل ما كانت الحبوب الكامله كل ما كانت الحاجه بخيرها اكتر، ما عدتش في يعني في مراحل تصنيع كل ما كان احسن. طبعا الالبان بتبقى مصدر للبروتين، بس عندك مصادر تانية كتير. فده التقسيمه المظبوطه يعني للتغذيه عامه. طبعا كل مراحل بتختلف، يعني الاطفال في سن مثلا اللي هو زي ما قلت لحضرتك اول سنتين ليهم نظام غذائي مختلف، الرضاعه الطبيعيه بتبقى مهمه، التغذيه التكميليه برضو بتبقى بطريقه معينه، الستات الحوامل بيبقى ليها احتياجات زياده من البروتين طبعا، يعني وغيره، ونمط الحياة كمان بيختلف، يعني إذا مهم كانت قوي. ست بتشتغل غير لو ست حامل في مرحلة عمرية معينة أو لسه صغيرة بتبني جسمها بتختلف. وعايزين طبعا برضو دايما نقول، برضو حضرتك صححيني، يعني إنه معدل الأعمار بيتناسب عكسيا مع محيط الخصر. هنا بنتكلم في موضوع السمنة، يعني كل ما الوسط بقى زيادة كل ما العمر بيتقصف بدري، فعايزين بس نظبط الموضوع ده. العكس، يعني كل ما نبقى في رشاقة كل ما طبعا العمر كل ما يعني ربنا يدي لا الناس طبعا الصحة السمنه وزياده والعافية. الوزن دي طبعا من امراض العصر، طبعا ليها علاقه طبعا بالسكر وبالضغط وبامراض القلب، وده من تاني اسباب الكانسر طبعا. تاني والكانسرز، برافو طبعا على حضرتك. وكمان عايزه اقول لك ان ده من تاني اهم اسباب الوفيات انا بس في مصر. عايزين نطمن كمان على حاجه، يعني احنا طبعا الوقت خلص، بس طمنيني على المحاصيل الزراعيه، ايه اللي من المحتمل يختفي؟ لا ده سؤال صعب بقى، يعني انا ماليش يعني بس يعني مش شويه هقدر المحاصيل اتكلم عن اللي هي الزراعه اللي مش عليها الكلام، يختفي، هو يعني كل مش الغذاء بيختفي، هيتاثر بالتغيرات المناخيه. بيتغير يعني عندك طعمه نسبه ولونه. بالظبط، يعني القمح مثلا من المحاصيل المتاثره، القهوه على فكره من الحاجات اللي هتتاثر، عشان حضرتك يا كنتي نهار بتقولي ابيض في اول القهوه، البرنامج زعلانه. انا كده زعلت. فكله كله هيتاثر بنسب مختلفه. عندنا قصب السكر ده من المحاصيل الاستراتيجيه برضو من الحاجات المتاثره، الطماطم من الحاجات اللي احنا بنصدرها برضو يعني من الحاجات اللي متاثره بنسب طبعا. يعني في ناس عشان كده بتطمن على بقول المانجا، لحضرتك يا فندم المانجا ما عنديش معلومات عن المانجا، بس المانجا يعني لسه مفيش معلومات عن المانجا.